طيب الاهلي اكيد بيستعد لمواجهه الداخليه، والنهارده التدريب مسائي في ملعب مختار التتش بالجزيره. في كلام مهم جدا محتاجين نعرفه بالتاكيد من خلال زميلنا محمد توفيق اللي موجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان نتعرف من خلاله على اخر الاستعدادات، جاهزيه اللاعبين، ممكن مين يكون ابرز الغيابات من خلال متابعته لتدريب الفريق ولقائه اكيد بالجهاز الفني قبل بدايه المرات. توفيق، مساء الفل عليك. مساء الخير زميل عزيز محمد، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار لديك، وما هو الجديد بالنسبه لاستعدادات الاهلي لمواجهه الداخليه، خاصه بعد مواجهه صن داونز في اقل من 48 ساعه او بعد اقل من 48 ساعه؟ بالفعل محمد، زي ما ذكرت ان اكتر حاجه دلوقتي هي معوق قدام النادي الاهلي هو الوقت. انت بتتكلم على طول سبت وثلاث مباريات على طول، بتلعب في بطولتين مختلفتين، يعني النتائج هنا او هنا لا تقبل القسمه على اثنين. انت عايز تكمل مشوار الدوري، تبقى على الصداره، تعيد من تاني لقبك المفضل، لقب الدوري العام، وفي نفس الوقت بطوله افريقيا بطوله مهمه جدا لكل جماهير النادي الاهلي، عايز برضو تحصل على لقبها. فزي ما انت شايف مفيش رفاهيه في الوقت خالص. انت بتنهي مباراه صن داونز زي ما قلت يوم السبت، تتدرب امبارح تدريب صباحي الاحد، النهارده الاثنين تدريب مسائي، التدريب الرئيسي. يمكن تدريب امبارح كمان يا محمد كان تدريب مجرد استشفاء اللاعبين اللي شاركوا بصفه اساسيه في مباراه صن داونز، وبعد كده بقيه اللاعبين يمكن قدوا مران قوي جدا. كان طبعا ابرز المشاهد فيه هو عوده لاعبي منتخب الشباب مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، وكمان رأفت خليل، كانوا موجودين وشاركوا في تدريب الامس وكمان تدريب اليوم. وبقيه اللاعبين كلهم يعني زي ما قلت الاساسيين، لا يعني كان تدريب بس استشفائي خفيف جدا، وبقيه اللاعبين قدوا تمرين قوي. النهارده التدريبه الاساسيه بالطبع محمد لمباراه الداخليه ان شاء الله، المقرر اقامتها غدا باذن الله في اطار مباراه الجوله 20 من الدوري المصري الممتاز. كان تدريب قوي جدا بقى، يمكن الجهاز الفني عالي شويه بالاحمال، خاصه زي ما قلت لك التدريب امبارح كان خفيف جدا. بنتكلم على اللاعبين كلهم موجودين الحمد لله، مفيش بس غير عمرو السوليه اللي بواصل برنامجه التاهيلي والعلاجي، كمان برونو سافيو اكتفى بالجري حوالين الملعب، وطبعا غاب عن التدريبات الجماعيه النهارده حسين الشحات ومحمود متولي نظرا للاصابه. ابرز العائدين النهارده للتدريبات الجماعيه هو محمد عبد المنعم. بالطبع كان قبل التمرين محمد في محاضره للجهاز الفني اتكلم فيها عن ابرز نقاط القوه والضعف في في فريق المنافس للنادي الاهلي في مباراه غدا باذن الله الداخليه، وكمان اتكلم عن اهم الحاجات النظريه. يمكن سمعنا كلنا مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي قال ما فيش وقت للتدريبات يعني بشكل كبير، الكلام اكتر هيبقى نظري طبعا، نظرا زي ما احنا اتكلمنا ضغط المباريات وتلاحمها وارهاق اللاعبين، قال الكلام اغلبها هيبقى نظري. ده اللي شفناه قبل التدريب النهارده سواء في غرفه المحاضرات او كمان في ارض الملعب، واتكلم مع اللاعبين عن اهميه الفصل زي ما قلنا محمد في بطولتين مهمتين سواء للنادي او كمان لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. طيب انت طمنتني اولا على مشاركه محمد عبد المنعم، النهارده شارك في التقسيمه او موجود في المران الجماعي عكس متولي وحسين وعمرو السوليه. بالفعل يا محمد زي ما قلت لك متولي الحمد لله، يعني عبد المنعم موجود الحمد لله النهارده في التدريبات الجماعيه، عمرو السلاي زي ما قلت لك بيمارس يعني او بيواصل تدريباته التاهيليه والاستشفائيه، برونو سافيو اكتفى بالجري حوالين الملعب، وكمان يعني عندنا عنصرين مهمين جدا اساسيين سواء حسين الشحات او محمود متولي للاسف غائبين عن التدريبات الجماعيه بيواصلوا برنامجهم التاهيلي، طبعا وفقا لرؤيه الجهاز الطبي والفني هيكون عودتهم باذن الله التدريبات الجماعيه مره اخرى. طيب حسين الشحات كان في كلام انه اجرى اشعه، هل عندك نتيجه الاشعه يا توفيق؟ يعني ممكن غيابه يطول شويه، ونفس الامر بالنسبه لمحمود متولي. يعني كنت اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق في هذا الامر، قال لي ان شاء الله بعد مباراه الداخليه نبدا نتكلم في نتائج او مده الغياب بتاعه اللاعبين سواء حسين الشحات او محمود متولي. قال لي احنا منتظرين بس لما بعد مباراه الداخليه، احنا مش مستعجلين عليهم، خاصه ان هم كانوا بيشاركوا الفتره اللي فاتت محمد بشكل اساسي، فكان النيه بتتجه لدى الجهاز الفني اللي راحتهم. الاصابه طبعا حاجه قدريه، فالجهاز الفني والجهاز الطبي فضلوا راحتهم بشكل اكبر، وهيبقى الاطمئنان عليهم ان شاء الله فيما بعد مباراه الداخليه باذن الله وتحديد مده غيابهم. وان كنا نتمنى طبعا بالطبع الحقهم برحله النادي الاهلي اللي هتبقى رحله طويله سواء لجنوب افريقيا او من بعدها الجروه لملاقات القطن الكاميروني، نتمنى باذن الله لحقهم بهذه الرحله، لان اكيد الجهاز الفني والفريق محتاج لكل عنصر خاصه العناصر الاساسيه، ونتكلم في اثنين من اهم العناصر الاساسيه سواء محمود متولي او كمان حسين الشحات. طيب لو اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبله، هل طمنك برضو على السوليه؟ يمكن البعض كان بيتوقع ان السوليه يكون موجود في مباراه الداخليه، هل عدم وجوده ممكن في المباراه راحته لمباراة القطن، ولا الدكتور احمد قال لك لا السوليه لسه قدامه شويه وقت؟
لما اتكلمت معاه هو في من اول الموسم محمد يمكن سياسه بيتبعها الجهاز الطبي بالتعاون مع الجهاز الفني ان مفيش اي استعجال على اي لاعب ونزول لارض الملعب سواء التدريبات الجماعيه او كمان المباريات غير وهو جاهز 100% لعدم المخاطره باللاعبين، خاصه زي ما احنا بنتكلم الموسم مضغوط جدا، تلاحم مباريات، عمرو السوليه من اهم اللاعبين في الفريق، فانت مفيش مخاطره بانك تلعبه، خاصه ان الحمد لله زي ما انت شايف العناصر اللي بتلعب كلها الحمد لله مستواها بقى قريب من بعضه، والنادي الاهلي بقى عنده وفره. عمرو السوليه كمان تحديدا انت عارف ان مركزه محمد بيتطلب مجهود وجهد كبير جدا وجري كبير جدا في الملعب، واصابه عمرو كانت عضليه فما فيش طبعا مخاطر من هذه الجهه، ولكن زي ما اتكلمت معاه اللي هو عمرو خلاص يعني في المراحل الاخيره جدا من برنامجه، ولكن مش هيكون موجود سواء في التدريبات الجماعيه او في المباريات الا وهو جاهز بنسبه 100%، خاصه زي ما اتكلم محمد نظرا لطبيعه مركز عمرو السوليه وان الحمد لله في بدائل موجوده كتير، وزي ما قلت لك انت عندك رحله اهم كمان، يمكن عندنا ماتش الداخليه ومن بعدها القط، ولكن في رحله اهم هي اللي هتحدد ان شاء الله نسب صعود الفريق بنسبه كبيره جدا، وهي رحله زي ما قلت لك تبقى رحله طويله سواء لجنوب افريقيا او من بعدها جروه كمان يا محمد. الحاله المعنويه يا توفيق وكمان عوده اللاعبين الشباب بعد خروج منتخب الشباب في التصفيات الكاس الامم اللي بتنظم في مصر، يعني الحاله المعنويه ايه واللاعبين الشباب اللي رجعوا لصفوف الاهلي ابرزهم مثلا يعني كريم الدبيس، يعني الجهاز الفني اتكلم معاهم في ايه؟ الكابتن سيد اكيد كان ليه جلسه معاهم اول ما انضموا للتدريبات امبارح، تفاصيل لو عندك تفاصيل اكتر في الجزئيه دي. بالطبع يا محمد انت عارف طبيعه لعيبه النادي الاهلي وعقليه لعيبه النادي الاهلي، فالجهاز الفني على طول بيتكلم. كابتن سعد حفيظ حتى لما اتكلمت معاه بعد مباراه اسوان قال لي احنا دايما عندنا فصل بننهي صفحه افريقيا بنقفلها وبننتبه للدوري وبنبقى مركزين بنسبه 100%، كذلك الامر دلوقتي انت بتقفل صفحه افريقيا وبتنتبه للدوري، ولكن طبعا بالطبع مش هنقدر نخبي دوت ان اللعيبه الشباب في السن دوت كمان النتائج محمد يعني كانت مخيبه للامال بشكل كبير جدا، يعني انت بتتكلم في فريق خارج بنتائج سيئه جدا 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 على ارضه، فبالطبع في تاثر مع اللاعبين، ولكن بالطبع كابتن سعد حفيظ ده بيبقى من اهم ادواره ان بيتكلم مع اللاعبين خاصه في هذا السن سواء رافت خليل او مصطفى مخلوف او كريم الدبيس ان هم لاعبين رائعين وقدامهم لسه المستقبل كبير، وان كان في اخفاق فان شاء الله لسه قدامه كتير بطولات سواء مع النادي الاهلي او المنتخبات المختلفه، خاصه يا محمد انت بتتكلم في ثلاث لاعبين من اهم اللاعبين في مصر في هذه الفئه العمريه، واللي اعتقد باذن الله قريبا جدا هنسمع اسمهم كمان في المنتخب الاول مش بس منتخبات الاعمار الاصغر، ان هم بجد لاعبين رائعين، وده اللي قاله كابتن سعد حفيظ، لسه الامر قدامكم، لسه هيبقى في اختبارات كبيره جدا، واللعيب الكبير محمد زي دايما ما بنقول ودي صفات لاعب النادي الاهلي بيبقى دايما متحمل ايا كانت يعني زي ما بنقول الهفوات، ولكن قادر على العوده سريعا، وان شاء الله يبقى يعني بطوله افريقيا وبطوله الدوري يبقى اول بطولتين ليهم مع النادي الاهلي كمان في هذه الظروف، ويكون عوده كبيره ليهم باذن الله محمد فيما هو قادم باذن الله. باذن الله. هل لديك اي جديد او اي نقطه تحب تختم بها كلامك؟ ان شاء الله خلاص زي ما قلنا التدريب الاخير محمد ما فيش وقت، بعد التدريب على طول الجهاز الفني هيصطحب 22 لاعب للمبيت باحد الفنادق باذن الله القريبه من ملعب المباراه للدخول في لمعسكر ليله المباراه باذن الله، ومن بكره بقى على طول اليوم يمكن هيبدا على طول من بدري سواء الفطار او فقره الاكتيفيشن، ومن بعدها الغداء والمحاضره والتوجه لملعب المباراه، بس كل دعوات جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق حصول 3 نقاط جديده تؤكد الصداره وتحافظ عليها، لان شاء الله بعد كده الانتقال للملف الافريقي والتركيز فيه بشكل تام محمد، كل الدعوات للنادي الاهلي نبقى دايما في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كلمه ليك اتفضل. باذن الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي، واللي كان حاضر النهارده جانب من تدريبات الاهلي استعدادا لمواجهه الداخليه غدا في الدوري العام.